دكتور، كل بيقول ان اسرائيل لن تتاثر بسبب دعم الولايات المتحده، واراء اخرى تانيه بتقول انه اسرائيل مش هتقدر تكمل في الحرب بسبب ان ده بيكلفها كلفه كبيره. اسرائيل هل تتاثر بفعلا برغم الدعم الكبير اللي بتقدمه لها الولايات المتحده الامريكيه؟ بالتاكيد هتتاثر، وهتتاثر بشكل كبير للغايه، وده مؤكد انه هيبقى عنصر ضغط على الفتره الزمنيه وعلى استمرار العمليات العسكريه. ومؤكد انه الاقتصاد الاسرائيلي حاليا في حاله حصار، لانه مؤكد مع تخفيض التصنيف الائتماني ومع تدهور الوضع الاقتصادي، مؤكد انه هيكون كلفه التعامل الاقتصادي الاسرائيلي مع المجتمع الخارجي هتتزايد، يعني كلفه التمويل هتتزايد، كلفه الشحن والتامين على البضائع هيتزايد، وبالتاكيد كل ده هيأثر في النهاية على الأسعار، هيأثر في النهاية على مستوى معيشة المواطن الإسرائيلي في الداخل. وإحنا يمكن شفنا الحقيقة عمليات هجرة تتزايد من جانب الإسرائيليين خارج الحدود الأراضي المحتلة، وده أمر منطقي وطبيعي. وأتصور أنه كمان إسرائيل سوف تحتاج خلال الفترات القادمة لمزيد من العناصر البشرية، لأنه هو الحقيقة كان جزء مهم من المواطنين الفلسطينيين، بيساعدوهم مش بس كقوة انتاجية لكن كمان كقوة استهلاكية. احنا بنتكلم على مواطنين قطاع غزة 2.3 مليون ناس، الضفة الغربية 2.5 مليون ناس، دي كلها كانت قوة استهلاكية بتستنزف او بتستهلك جزء مما يتم انتاجه في المصانع والشركات الإسرائيلية، وايضا هذه القوة البشرية كانت بتساعد في العمليات الانتاجية. فإسرائيل بحكم ما تفعله يوميا هي الحقيقة لا تحظى بهذا القدر من الاستهلاك اللي بيدعم شركاتها، او الانتاج اللي بيدعم ايضا شركاتها.